الحمد لله على سعة رحمته وشمول فضله ونعمته، سبحانه كتب على نفسه الرحمة تكرما وفضلا وأوجبها على الناس حقا وعدلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالتدبر في رحمته فقال: فانظر إلى آثار رحمة الله. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة هديا وإرشادا، الموصوف بالمكارم خلقا واجتهادا، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، من حكمة الله تعالى أن جعل الأخلاق سر بقاء الشعوب وقوام الأمم، فمن أخذ من الأخلاق بنصيب وافر علت منزلته بين الناس، فكان حبهم له بمزية أخلاقه وكريم صنائعه. ومن أجل الأخلاق الحميدة ومرافئها السديدة خلق الرحمة بين العباد والتراحم بين المخلوقات، فبهذا اتصف الله تعالى فهو الرحمن الرحيم. يتكرر هذا الوصف في كتابه الكريم، ويتقرب إليه ملائكته المقربون فيقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ومن دعاء المؤمنين لربهم: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولقد بعث الله نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام بهداية الرحمة، وجاءت تشريعات رسالته على وفق مبادئها، فالله تعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة للبشر جميعا، لقد لان قلبه للمؤمنين فرأف بهم، فامتدحه الله تعالى بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيها المسلمون، لقد تحدث القرآن عن أثر الرحمة التي اتصف بها صلى الله عليه وسلم في مسيرة حياته، حتى إنها بمنزلة مفتاح للنجاح في معاملة الناس. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فغلظة القلب والفظاظة كفيلة بتفريغ الأتباع وطرد الأصحاب. فالرحمة صفة أساسية في المسلم، فكان صلى الله عليه وسلم داعية رحيمة، فمن رحمته حرصه على إيمان الناس ورأفته بهم من عذاب الله، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يجهد نفسه في إرشادهم حتى يبلغ ذلك منه ما يشق عليه نفسيا وجسديا، فخفف الله عنه هذا العبء الذي يحمله في سبيل إيمان قومه، فقال له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. وعلى كثرة ما لقي صلى الله عليه وسلم من أذى قومه، لم يمنعه ذلك من مواصلة مسيره في إرشادهم والسعي إلى هدايتهم، بل لم يغير ذلك من حسن خلقه، فظل كما وصفه القرآن العظيم على خلق عظيم. وإذا كان المشركون قد آذوه ماديا، فإنه رفض أن يؤذيهم لفظيا أو ينتقم منهم حتى في الدعاء عليهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قيل يا رسول الله ادعو على المشركين، فقال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وفي حديث آخر إنما أنا رحمة مهدات، بل إنه في أحلك الظروف وأقصى مشاهد الأذى الذي ناله وقد صدر من قومه ما صدر، التجأ إلى الله داعيا فقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وعندما فتح صلى الله عليه وسلم مكة وظفر بالنصر على محاربيه ومخرجيه من بلده وأهله وماله وقد أصبحوا بين يديه، خطب الناس في الحرم المكي وخاطب قريشا في خطبته قائلا يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ فقالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم، ذهبوا فأنتم الطلقاء. أيها الإخوة والأخوات، أيها المؤمنون، يا معشر الناس، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحريص على هداية الناس، الرؤوف الرحيم بالمؤمنين، يعفو ويصفح عمن ظلمه وآذاه ويدعو بالهداية لمن جهل عليه، ليس باللفظ ولا بالغليظ، ليس بالفظ ولا بالغليظ. وهذا الخلق العظيم وصف لازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله لازمه، فإذا كان هذا شأنه مع أعدائه ومن آذوه فإنه مع أهله وأصحابه أشد رأفة ورحمة. تعالوا بنا نستطلع نماذج مما روي عن رحمته وحسن خلقه معهم. فها هي عائشة رضي الله عنها تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تجيب السائل عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، فقالت كان يكون في مهنة أهله، يعني في خدمتهم، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وفي حديث آخر قالت رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأب العطوف على الأطفال والصغار، حتى في الصلاة يقول إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي. وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتقبلون الصبيان؟ فوالله ما نقبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وهذا الرسول المصطفى الوفي صلى الله عليه وسلم كان وفيا لأصحابه الرحيم بهم، سمع بمرض سعد بن عبادة رضي الله عنه فأتاه يعوده، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله بكوا، فقال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. وهذه الأرملة المسكينة تجد في رسول الله صلى الله عليه وسلم خير سند ومعين، فقد جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي حاجتهما. وجاء أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. وهنا نتساءل معاشر المؤمنين، أين نحن اليوم من هذه الأخلاق النبوية؟ هل اتخذناها منهجا لنا في حياتنا؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة لنا حقا في سلوكنا وتعاملنا؟ هل محونا من قاموس تفكيرنا مفردات اللعن والانتقام والثأر واستدلنا بها الرحمة والرأفة والعفو والصفح والمغفرة؟ عندما نجعل الرحمة مفتاح علاقتنا مع العالم سنجد القلوب تفتح
وسيجد الإسلام طريقه إلى العقول والقلوب. هكذا فتح المسلمون العالم، كما شهد لكم المؤرخون الغربيون بقولهم: لم يعرف التأريخ فاتحا أرحم من العرب. ولقد أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بأخلاقه، وعلمنا أن نتسلح بالخلق الحسن ليتقبلنا الناس. وهذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنتبعه. أيها الإخوة والأخوات، سبحان الله الذي جعل لأهل الرحمة منازل في الجنان، ووعدهم المغفرة والحسنى والرضوان. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله ورسوله، القائد الأمين، وخير خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه دائما دائما. لقد جاء عليه الصلاة والسلام إلى الناس بدين تتجلى فيه الرحمة في إرشاداته وتوجيهاته، فالقول والعمل والسلوك الذي أمر به الدين ظاهره وباطنه الرحمة، فمن حاد عن هذا الطريق غلظ قلبه وقسى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي. ومن أسباب قسوة القلب الشغف بملذات الدنيا وإتيان الذنوب صغيرها وكبيرها، والتكاسل عن القيام بالواجبات الدينية كالصلاة وأدائها في أوقاتها، لا سيما مع الجماعة. فاتقوا الله يا عباد الله، ولنبتعد عن أي تصرف ينمي فينا القسوة، ولنرجع إلى بيوتنا وأسرنا وأعمالنا وفي أذهاننا خلق الرحمة التي عرفناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنسعى لنجعل منه أسوة في سلوكنا اليومي، لنحل أي مشكلة تطرأ في حياتنا مع أي شخص كان، ولنجرب معالجتها بتمثل هذا الخلق. نجد أنفسنا في حال رضا وطمأنينة، ويرضى الناس عنا، ويسعد العالم بتعامله معنا. اللهم اجعلنا من الراحمين المرحومين، واجعلنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه مقتدين. اللهم اجعلنا من الذين يتبعون القول فيحسنون اتباعه، ويعرفون الحق فيقفون عنده ويعملون بما يقولون. اللهم يا الله يا كريم، يا جبار يا عليم، يا أرحم الراحمين، إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك أن ترزق كل منا لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا خاشعا منيبا، وعملا صالحا زاكيا، وعلما نافعا رافعا، وإيمانا راسخا ثابتا، ويقينا صادقا خالصا، ورزقا حلالا طيبا واسعا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق، واكسر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم ربنا اسقنا من فيضك المدرار، واجعلنا من الذاكرين لك في الليل والنهار، المستغفرين لك بالعشي والأسحار. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من خيرات الأرض يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، واشف مرضى المسلمين والمسلمات، وارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، فأعذنا وأهلينا وأحبابنا واحفظنا يا أكرم الأكرمين، والحمد لله رب العالمين.